اهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين، تحياتنا لكم وين ما كنتم عم تشاهدونا هذا الصباح. في هذه الفقره سنتحدث عن جمعيه نوعيه، رح نحكي عن جمعيه اسمها جمعيه محترفي الموارد البشريه، عم تشتغل منذ زمن ولكن إطلاقها وإشهارها للمجتمع وللمؤسسات كان منذ أيام. سنتحدث عن طبيعة دور هذه الجمعية مع أساتذتنا الموجودين معنا في الاستوديو، الأستاذ نضال شلبي ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية محترفي الموارد البشرية، مبروك الانطلاقة. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. مروة درويش مدربة وعضو أيضا في هذه الجمعية، مدربة في موضوعة الموارد البشرية، أهلا وسهلا. أيضا دكتورة ديما العزة، اهلا وسهلا فيك دكتوره ديما، وانت مستشاره وخبيره في موضوع تدريب الموارد البشريه او الموارد البشريه، مفهوم الموارد البشريه. اهلا وسهلا بكم جميعا. مبروك استاذ نضال، وتحدثنا اكثر عن طبيعه هذه الجمعيه، نقول جمعيه محترفي الموارد البشريه، ما هو الهدف من هذه الجمعيه تحديدا؟ بدايه صباح الخير وشكرا جزيلا لهذه المحطه الفضائيه التلفزيون الاردني على هذه الاستضافه الطيبه. جمعيه محترفي الموارد البشريه العربيه هي جمعية بهوية أردنية تم الإعداد لها، أو الفكرة كانت قبل عدة سنوات من قبل مجموعة من الأشخاص العاملين والممتهنين مهنة إدارة الموارد البشرية. خرجت إلى الضوء بتاريخ 1 شباط 2014، تمام، اللي هو خلينا نحكي ترخيصها أو مزاولتها الرسمية بتاريخ 27 أيلول 2014، كان انتخابات الهيئة الإدارية، وبعد 27/9 بالفعل 2014 بدأنا على أرض الواقع نضم أعضاء. كان في عنا صياغة للنظام الداخلي، كان في عنا سياسات وإجراءات وشروط عضوية، الأهداف، الغايات، الرؤية المستقبلية للجمعية، وجميع الخطط اللي لها علاقة بانطلاقة الجمعية. بصراحة هي لم تكن وليدة اللحظة، وكما إنها مش مجرد فكرة عابرة تكلمنا فيها وانتهت أو دثرت في أرضها في وقته. كان في عنا بصراحة عدة أسباب من وراء إيجاد أو تأسيس جمعية تعنى بأمور إدارة الموارد البشرية تحديدا. كان في عنا الفكرة كانت أنه بالفعل وجود ضعف واضح وملموس بمفهوم إدارة الموارد البشرية. لا زال المفهوم ملتبس شوية، يعني مؤسساتيا وعلى مستوى الناس، يعني حتى بين الأفراد شوية الموضوع مش كتير واضح للناس، لأنه لا زال لغاية اليوم في خلط بين إدارة الموارد البشرية Human Resources Management وبين إدارة شؤون الأفراد أو الموظفين Personnel Management، وهذا الدور بصراحة مسؤولية علينا كجمعية. وأصلا في مؤسسات لسه ما فيهاش موارد بشرية، فيها شؤون موظفين فقط، يعني هاي كمان واحدة من أنا رح أرجع لك ونحكي كتير عن يعني تفاصيل إلى علاقة بأهداف الجمعية ويعني مشاريع الجمعية. منك مروة كمان حابة أعرف، إنه كتير منسمع كمان إنه هذا مدير أو مدرب عفوا في الموارد البشرية، ما هي أنت مدربة في الموارد البشرية، ما هي المواصفات اللي لازم أنها تكون موجودة في المدرب حتى فعلا يستحق لقب مدرب في الموارد البشرية؟ طبعا أول شيء بدي أشكرك مرة ثانية وصباح الورد للجميع. التدريب، قبل نقول شو صفات المدرب نيجي نقول شو التدريب. التدريب هو أصلا محور للتطوير والتنمية في أي منظمة أو أي شركة، حتى صار عندنا في العالم نتيجة التطور والتقدم التكنولوجي صار في اهتمام بعملية التدريب. هلا نيجي نقول للمدرب شو لازم يكون موجود فيه أو من صفات. فهلا أول شيء لازم يكون عنده العلم والثقافة وإلمامه باهتمامه أو بتخصصه اللي هو بده يدرب فيه، سواء كان في ضمن الموارد البشرية أو بالحقوق والإدارة أو بتخصصات الثانية الهندسة إلى آخره. بس بدنا قبل نقول في عملية التدريب والتطوير بدنا نقول إنه في عنا موارد بشرية مهمة هلا صارت هي رأس مال معرفي، حسب ما بقولوا علماء الإدارة، حسب ما بقولوا الاقتصاديين بقولوا رأس المال البشري، حسب ما بقولوا الماليين والمحاسبين بقولوا إنه هلا هو صار أصول بشرية. فبالتالي التدريب إنه إحنا بنصبه على الموارد البشرية اللي هو العنصر الأساسي أو خلينا نقول مجموع الجهود الجماعية لتطوير والتنظيم والتدريب. هلا المدرب لازم يكون في عنده صفات كثيرة، أولها إنه يكون عنده أفق واسع، اثنين لازم يكون عنده إلمام واسع بالمعرفة، ثلاثة في شرط أكاديمي لا يخص المدرب العلم الأكاديمي هو هلأ أوقات بيقولوا بدنا يكون مثلا معاه بكالوريوس، لكن المعرفة أوقات ما بتوقف اللي معاه مؤهل علمي، ممكن إنسان يكون معاه ثانوية عامة لكن خلال البرامج التدريبية أو تطوير الذاتي. هل صارت مثلا الموارد البشرية تخصص جامعي موجود عندنا في الأردن؟ نعم جديد هلأ طبقوه بالأردن. طيب. هاي من أهدافكم كمان، يعني بتتابعوا كمان التخصصات الأكاديمية
اكاديميه في هذا المجال في 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 الجامعه؟ طبعا لسبب واحد عزيزتي، انه هلا التدريب بيؤدي للتمكين. هلا التمكين بيعمل ثلاث اشياء، اذا احنا عملنا التدريب والتطوير اول شيء بيملك تمكين خارجي اللي هو السلوكي طبعا، بعدين تمكين على المستوى الشخصي، الثالث والاهم اللي هو على النتائج. فالنتائج احنا بنوصل هيك من خلال الموارد البشريه، انه احنا بنخليهم يحلوا يوقفوا على المشاكل ويحطوا النقاط الحروف ويحلوها. فاذا بنلاحظ احنا بعد اذنك، اذا بنلاقي جائزه الملك عبد الله الثاني للتميز للمركز كامل، يعني هدول بيعملوا ابحاث واوراق قويه على انه يعملوا على تطوير الشباب وتطوير الموظف الحكومي وكمان هلا القطاع الخاص. فانا يعني كثير بهمني اعرف اكثر كمان موضوع التدريب. دكتور ديما لما كان يحكي كنا نحكي عن انه لازال المفهوم ملتبس، هيك حسيت عندك غصه يعني انه فعلا موضوع الموارد البشريه لازال مش مفهوم كثير، خصوصا بدول العالم الثالث او الدول الناميه زي ما يقولوا ببلدنا. تحكي لنا اكثر عن ليش لسه مش مفهوم، ليش لسه ما في ايمان من المؤسسات والدول بموضوع الموارد البشريه؟ هو في سبب، يعني طبعا بعد التحيه للاخوه المشاهدين ولحضرتك، في سبب مهم جدا احنا لازم يعني كلنا نعترف فيه، انه موضوع الحداثه في الفكره مش موجود لسه عندنا. نوعا ما احنا تقليديين في اداء الاعمال، نوعا ما لسه بنتبع الطرق والبروتوكولات القديمه في تسيير الموظفين وتسيير اعمالهم وتسيير حتى المؤسسات، من بينها برضو التكنولوجيا اللي دخلت، هذه كلياتها احنا لساتنا شوي متاخرين فيها، وتكنولوجيا متطلب طبعا افرز كمان انه تنظيم موضوع الموارد البشريه. التنظيم هذا للاسف نوعا ما لساته مغيب، يعني ناهيك عن انه بعض خلينا نحكي النورمز اللي هي الثقافات الموجوده اللي بنحملها نحن من الموروث الثقافي الحقيقي الى موروث البزنس، يعني فالاثنين مع بعض ما بزبطوا. كثير ناس بربطوا ما بين ثقافه الواسطه والمحسوبيه والفساد وما بين تطوير الموارد البشريه. بالضبط، لانه لحظه هذا بده كم كبير من الشفافيه، وهذا الحكي بدها تكون المؤسسات بصراحه على قدر من الجراه الكافيه انها بالفعل تحمل هذا اللواء بقوة طبعاً. وبصراحة يعني لازم الإدارات هي تستبسل في هذا الموضوع، لأنه الفائدة المجنية منه كتير أكبر. يعني في بعض الدراسات كانت تشير أنه ثلثين المردود المالي بيفعل بشكل أفضل إذا كان فعلا رأس المال البشري هو المفعل بشكل طبعاً. احترافي طبعاً. إحنا اللي بنقوله بجوز ببساطة بالمثل الشعبي، الرجل المناسب في المكان المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب، هذا هو يعني بجوز مفهوم كمان يعني من احد مفاهيم تنميه الموارد البشريه. تحكي لنا اكثر عن كمان دوركم كجمعيه في التدريب في هذا الموضوع، في التشبيك مع مؤسسات مختلفه، كيف راح تروجوا لحالكم من الان فصاعدا يعني للجمعيه، وانتم اصلا كنتوا مشتغلين، يعني هاي مش شغل جديد عليكم، كنتوا قاطعين اشواط في مجال التشبيك مع مؤسسات وجامعات وغيرها. اوكي اخت سمر، احنا ارجو التوضيح الى انه احنا خلال حتى الإعداد لإطلاق الجمعية قبل أو بعد إطلاقها كان في لنا عدة قنوات اتصال مع العديد من الجهات، سواء غرفة تجارة إربد، غرفة تجارة عمان، أمانة عمان، وزارة العمل، وبعض الجهات الرسمية التي تعنى بتنمية وتطوير وتدريب الشباب. عقدنا لغاية الآن أكثر من عشرات الدورات وتدريب ما يقارب 1000 شاب وفتاة. نعم، مجموعة من الصور كمان لعدد من نشاطاتكم. بالضبط، دربنا الآن أكثر من 1000 شاب وفتاة على عدة مواضيع، إشي related للهيومن ريسورسز وإشي للسوفت سكيلز. يعني على سبيل المثال أعطينا دورات بإدارة الموارد البشرية لغير العاملين بها، لتفهيم الشباب الجيل الناشئ الجديد المعنى الصحيح لمفهوم إدارة الموارد البشرية. تمام. وزي ما تفضلت حضرتك، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب كمان جزء من دوراتنا بما يتعلق إعداد السيرة الذاتية ومهارات مقابلات التوظيف وإفهام الشركات والمؤسسات على الدور الفعلي لإدارة الموارد البشرية في الاختيار والتوظيف. للأسف في عندنا يعني lack of knowledge، يعني معرفة قليلة بطريقة وأسلوب اختيار الشخص المناسب ووضعه في الشخص في المكان المناسب. هذا بيتم من خلال إدارة الموارد البشرية. طبعا أوكي. كثير مهم. احنا الآن راح يكون للجمعية added value بإذن الله، قيمة مضافة، راح يكون في عندنا معايير وقياسات واختبارات للعاملين بمهنة إدارة الموارد البشرية. نعم. انا مع شديد احترام لكثير من الإخوان والأخوات العاملين بهذه المهنة، انا تخرجت او كنت سواء حديث التخرج او اعمل بمهنة مشتريات او مبيعات،
نمت صحيت لقيت حالي بتصير موارد بشريه. اتس نوت جاست لايك ذس. لازم طبعاً. يكون في تدريب، في تمهيد، في تطوير، في استثمار. حتى يعني حتى الموظفين بيدخلوا على مهنتهم وبيخرجوا منها بدون اي يعني بدون ما في ارشاد، ما في تطوير بادائهم المؤسسي. بتحس طبعا احنا ما بنشمل الجميع، في طبعاً. بالعكس في نماذج كثير ناجحه، ولكن في كثير ناس بقول لك انا يعني زي ما دخلت على وظيفتي زي ما تقاعدت، ما فيش يعني ما صارش في اي تطوير على ادائي. في مصطلحين العالم كم بايدوني اساتذتي انه في الاتش ار هارد والاتش ار سوفت، انه في كثير ناس متخصصين بالموارد البشريه بس لما تساله شو معنى اتش ار هارد او شو على شو بتشتغل انت بالاتش ار هارد في الريسورسز، فالاتش ار هارد اللي هو بيهمني المخرجات الماليه والربحيه للشركات، بينما السوفت اللي هو المخرجات الانسانيه اللي بدي اعملها بيئه العمل الايجابيه. ما هي متشابكه مع هاي كمان، يعني دول بتعلقوا ببعضهم البعض. هلا صار في كثير يعني هذا مجتمعنا صار في كثير مراكز وناس بتدرب، كيف نفرز الغث من السمين في موضوع التدريب في قضية الموارد البشرية؟ شكرا لسؤالك. سؤال كثير مهم، مدربين كتار وكل يوم انا تقريبا بحكي عن هذا الموضوع. ما هو بصراحة لما يصير في شغلة تكتر ومالش نحكي بصراحة كمان أكثر، إذا كان فيها مرابح مالية كمان بالنسبة للبعض فصار الكل يطرح سوق نفسه. بصراحة في انفلات كتير كبير بهذا، يعني كتير من عفوا من السادة طبعا لا 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 للتخصيص يعني، بس في كتير من المدربين بتيجي بتحكي له بتدرب محاسبة بقول لك بتدرب بزنس بقول لك بتدرب سوفت سكيلز بقول لك بتدرب برمجة لغوية عصبية بقول لك في مجالنا يعني بتاع كله بتلاقي مدرب الإعلام في مجال الإعلام كذا كذا، يعني بتستغرب خبرته مثلا أو تاريخه الشخصي لا يؤهله ومع ذلك صار مدرب. بالضبط، ما هو بالاخير برضه زي ما بيحكوها ما لا تستطيع قياس ولا تستطيع ان تدير ان تعمل وات يو كانت ميجر يو كانت مانج. فبالتاكيد كيف المواصفات والمقاييس، لازم نبدا نعمل مواصفات ومقاييس ايضا للمدربين للمحترفين في هذا الموضوع. مين المسؤول دكتوره ديما؟ يعني والله مين المسؤول عن تنظيم هذا؟ لا يزال، ما احنا لسه بقول لك بالمؤسسات لسه احنا شويه لساتنا خام في هذا الموضوع، بس برضه رح يصير في نوع من بعد صحوة. شوية صحوة لهذا الموضوع، لكن أيضا يحتاج إلى تقطير ونحتاج أيضا إلى مؤسسة. أنا بهنيهم على الفكرة هاي لأنه بالفعل إحنا بدنا نحارب عشان الموضوع هذا، لأنه بالضبط الناس بدها دائما توجيه خلال العمل، بدها محافظة على حقوقها، بدها كمان تشعر إنها هي مستقبلها في هذه المؤسسة آمن ومحفوظة بطريقة إنسانية. لاحظ إنه برضو المتطلب الإنساني في الموضوع مهم. كل هذا للأسف لغاية الآن في معظم الدول، يعني مش بس بالأردن، في معظم الدول العربية. يعني المدرب الكفؤ بيشعر بالإحباط بها، يعني بالتأكيد. مروة مثلا من تجربتك قد بتحسي انه انت مرات هيك يعني تحسي بالحزن انه يعني في ناس اقل خبره منك، اقل جوده او اقل كفاءه من كفاءتك؟ طبعا مع ذلك عم بيزعجني، لكن تعرفي ست سمر وانا بنقولها كمان لكل المشاهدين انه انا كثير سعيد اني انضميت لجمعيه محترفين الموارد البشريه العربيه. هي اولا مقرها الاردن الله يعزه بوجود جلاله الملك عبد الله، ثانيا هي عربيه كعادتنا يعني بالاردنيين نحن بنطلق اجنحتنا لكل الدول العربيه. فنحن سعيدين جدا انه احنا عم نلمس تعاون من الزملاء العرب المدربين العرب والمستشارين العرب ليتعاونوا معنا بالجمعيه. نحن بديناها تطوعيه، وانا كنت مبسوطه جدا اني عم بشتغل شيء فولنتيرنج لاخواني لبلادنا للمجتمع مؤسسات يعني اشارت الدكتوره ديما وكمان مروه انه انتم يعني عم يعني ترسخوا الشكل المؤسسي لموضوع التدريب واحتراف الموارد البشريه، بس كمان البعد العربي قد ايه بتحاولوا تاخذوا خبرات دول عربيه رائده بهذا المجال او حتى اجنبيه، يعني تحاولوا انه تضلوا هيك على تواصل مع دول لها خبره عاليه في هذا الموضوع؟ بكل تاكيد اي فائدة ممكن نجنيها من أي جهة تانية سواء دولة عربية أو دولة أجنبية دو ريسبكتد، نحترمها ومنستفيد منها ومنسخرها لخدمة وفوائد أو الأهداف المرجوة من جمعيتنا. أنا بس بعد إذنك أخت سمر أنا بدي أكمل الحديث اللي بدته الأخت ديما الدكتورة ديما بناء على سؤال حضرتك اللي هو مواصفات أو الأشخاص المعنيين أو الجهات ذات الكفاءة عالية المستوى بتدريب إدارة الموارد البشرية. أنا عندي مفهوم ومقتنع فيه قناعة مطلقة. المدربين يعني محترم لجميع الأكاديميين والمحاضرين المدربين، أنا بتكلم بصراحة لأنه بتكلم بمصلحة عامة. أي مدرب يريد عقد أو إجراء أي ورشة تدريبية أو دورة تدريبية في مجال إدارة الموارد البشرية تحديداً وأي موضوع له علاقة ذات صلة بمواضيع إدارة الموارد البشرية،
أنا أرى إنه الباك جراوند الأكاديمي يحترم، ولكن أنا عندي أفضل الباك جراوند الخبرة العملية. أوكي. يعني يكون جامع بين الخبرة العملية كأوبريشن بالهيومن ريسورسز وبعدين ينطلق للتدريب، لأن هذا هو اللي عايش الدور وعايش الواقع وعايش تفاصيل التحديات الموجودة في هذا الحقل تحديدا، فلازم يكون عنده باك جراوند عملي أفضل ما يكون بيور أكاديمي. أنا هاي نصيحتي. على أي حال إحنا كلنا أمل إن شاء الله إنه هذه الجمعية يعني تأتي بثمار طيبة لخدمة موضوع الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية. تحياتي لكم، بتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله والخير. استاذ نضال شلبي شكرا، مروى شكرا جزيلا لك، ودكتوره ديما شكرا. واحنا بعد الفاصل القصير بنرجع لكم نتابع معكم فقراتنا، ابقوا معنا.